اكيد كلنا بنعمل خطأ، كلنا بنختار خطأ مهنيا، عاطفيا، اقتصاديا، حاجات كتير بنعملها بنخطئ فيها. لكن في مبدأ كده وفي عقيدة بتقول اذا ركبت القطر الخطأ حاول تنزل في اول محطة، لان كلما زادت المسافة زادت تكلفة الرجوع. يعني لو انت مصر ان انت تكمل وما رجعتش على طول، ممكن دي تبقى عملية قمار غير محسوبة. ودايما في ناس عندها مبدأ مفيد اللي هو خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. خسارة قريبة انا اعتقد بمعنى مش متعددة الفداحة، مش فادحة يعني، خسارة صغيرة. انا اعتقد قريبة دي تنفع المعنى الحقيقي انها صغيرة، خسارة تنفع نلحقها يعني. هذا وجهة نظر برضه معاك يعني، خسارة تنفع تتلحق. هي الفكرة كلنا زي ما انت بتقولي، احنا كلنا بنقع في اخطاء، وكلنا ممكن ما نبقاش، واحنا ساعات ما بنقع في الخطأ ما بنبقاش عارفين ان احنا وقعنا في الخطأ. ساعات كتيرة جدا بنبقى فاكرين ان دايما اختياراتنا صح. هي الفكرة والذكاء زي ما سهير بتقول، انا اطلع يعني انزل ازاي من القطر ده علشان انزل في اول محطه وامتى؟ امتى بالذات مهم. ما انت قلتي اول محطه، اول محطه دي ده الامتى. علشان انزل في اول محطه انا لازم يبقى عندي مجموعه نقط بحاول تبقى موجوده ومتاكده من الخطوه بتاعه نزولي للمحطه اللي جايه. النقط دي لازم ابقى انا مستعده ليها نفسيا وعمليا وذهنيا وحاجات كتيره جدا. نبتديها منين؟ صعبه يعني، انا مش عارفه ابتديها منين. العلم بيقول لك ان انت لازم يبقى عندك خطه جاهزه وخطط جاهزه. يمكن كمان الدكتور نبيل لما بيبقى معانا طول الوقت بيتكلم على الخطط البديله. فالخطه الجاهزه دي لازم تكون عندنا اكتر من خطه اكيد هنحتاج. كلنا بنقول ان احنا الاختيارات دي اكيد احنا بنرتكبها بحماقه، بنرتكبها بعدم وعي، بنرتكبها بعدم نضج، كل الحاجات. في استطلاع راي امريكي قال ان كل شخص امريكي بياخد 4 قرارات رئيسيه في حياته غلط. انا بتهيالي ان احنا عندنا في حياتنا ممكن بناخدها في نفس الاسبوع او في نفس الشهر اكتر من 4 قرارات غلط، اللي هو زي ما قلنا بين مهنيه واقتصاديه وعاطفيه. اعتقد ان التكلفه الاقتصاديه اللي بتبقى صعبه. يعني لو انا دخلت مشروع وحسيت ان انا خسرت او ان انا بخسر، هي دي ممكن في ناس عندهم القصه دي ممكن تبقى اصعب من القصه العاطفيه. لان القصه العاطفيه ليها ابواب طوارئ كده، في مخارج للخروج. لكن بتهيألي الخطه الاقتصاديه بتبقى عايزه حنكه وحرفه و يعني رحمة من ربنا ورزق من ربنا ان هو بيقف مع الناس، بس برضو بالعلم وبالخطط الجاهزة. يعني العلم مقدم طرق برضو بالاضافة لموهبة الحد واصرار حد وربنا بيكرمه بيكمل له الكرم ده في ان هو ينقذ نفسه من لو قرار خطأ اقتصادي.